2013. انا قلت 2013 ليه؟ وهقول لكم قد ايه جهل الاخرين. بقى حد عايز يحكم بلد يهدها؟ اقول تاني؟ لا 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 استنوا بس. حد عايز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012؟ طب حد كان بيقول لهم؟ والله العظيم انا كنت بقول يا جماعه كل يوم بيعدي علينا واللي احنا فيه ده، ده البلد بتروح، ما حدش هيعرف يصلحها بعد كده، نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه، بلاش اللي احنا بنعمله في بلدنا ده. من 38 مليار دولار جبناهم ولا 36 مليار دولار جبناهم ولا 30 مليار دولار جبناهم بشق الانفس على مدى من 90 91 لغايه ما قامت الثوره، مش كده؟ معالي المحافظ، قعدنا المده دي كلها عشان نجيب القرشين دول، احنا خلصناهم في سنه ونص. ليه؟ لانه كنت بتروح تجيب البترول بالدولار وتبيعه بالجنيه، وتجيب السلع التموينيه بالدولار وتجيب بالجنيه، ومفيش دولار بيخش لك، فانت كلت الرصيد بتاعك، كلت الرصيد بتاعك. لان حاله عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لغايه 2013 جابت البلد على الارض. وانا بقول لكم، ليكم كلكم، شوفوا مفيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والامن، مفيش غير كده. واي حد حاجه من الاثنين، يا جاهل يا احمق، يا جاهل يا احمق، اللي يقول لكم ممكن يعمل بطريقه تانية غير كده.